دكتور تشخيصي ثنائي القطب، هذا الأخ آزاد أحمد، أصبح لي شهرا في الوضع الاكتئابي وأتناول ريبيفاي 10، أعتقد أبيليفاي يعني هذا الأريبيبرازول، والسيبرتكس 5. الأخ العزيز آزاد، اضطراب ثنائي القطبين مثل ما نعرف أنه تحدث به تغيرات بالمزاج. هذه التغيرات بالمزاج قد تكون ارتفاع بالمزاج، أو أحيانا حتى يوصل إلى يعني حالة هوس أو حالة يعني ذهان، أنه توصل إلى مانيك إبسود، أنه هذا المريض يصعد عند المزاج بصورة عالية، فيبدي يصير عند بعض الضلالات على أنه هو إنسان مهم، وأنه دي يسمع أصوات، أو أنه هو يعني في شخصية مهمة وعنده قدرات يعني خارقة إلى آخره. فهذا جزء من التغيرات المزاجية التي تحدث في اضطراب ثنائي القطبين. وتحدث أيضا طبعا حالات اكتئاب، أطوار اكتئاب مثل ما عبر عنها الأخ آزاد. وهنالك حالات من تغير المزاج اللي هي تسمى mixed state، يعني فتشي مختلط، يعني يصير عنده ارتفاع وهبوط في المزاج في وقت قصير جدا. هاي mixed affective states، الحالة الوجدانية المختلطة، أيضا ممكن أنه تحصل في اضطراب ثنائي القطبين. فالأخ يقول يعني أنا صار لي شهرين في في الطور الاكتئابي أو الوضع الاكتئابي، شو وقت تتحسن؟ طبعا أخي العزيز، أنت العلاج اللي أنت عليه اللي هو الأبيليفاي 10 مليغرام والسيبرتكس 5 مليغرام، أول شيء أنا أفكر به إذا أنت راح تجيني على العيادة هو أنه مثلا أضبط الجرعات مال هذه الأدوية، تمام؟ حتى أشوف ليش يعني مستمر عندك الاكتئاب كل هذا الوقت الطويل. فأحيانا لما نضبط جرعة الأدوية يتحسن المزاج، تمام شلون؟ بس أريد أحب أقول أنه أنا ما أقدر عن طريق اليوتيوب أقول للناس يغيرون علاجاتهم، لا يصح هذا الشيء، وهذا الشيء غير مقبول. فلازم ترجع للطبيب مالتك أخ آزاد، ويعني تسوي استشارة وياه، حتى ممكن أنه مثلا يرفع جرعة الأبيليفاي أو الأريبيبرازول اللي أنت عليها من 10 مليغرام مثلا إلى 15 مليغرام، تمام؟ وهذا قد يكون يعني كفيل بتحسن الحالة إن شاء الله. وأحيانا، مو أحيانا، في أغلب الأحيان أيضا، أنه إذا طور الاكتئاب ازداد في يعني في اضطرابات ثنائي القطبين، أيضا إذا كان متوفر في البلد اللي أنت بيه علاج سلوكي معرفي أو علاج تخاطبي أو علاج نفسي، أيضا هذا من الممكن أنه يحسن من مزاجك. فبالإضافة إلى الأدوية، حاول أنه تشوف إذا هنالك أكو معالج نفسي يقدر يساعدك على التخلص من طور الاكتئاب اللي أنت بيه. وأيضا أخي العزيز، مثل ما تعرف يعني إذا كان هنالك أي سبب للاكتئاب، يعني إذا أنت مكتئب بسبب يعني حالة صارت لك، أو بسبب يعني فقدان شخص عزيز، أو تغير يعني في وضعك المالي أو الاجتماعي، فأيضا هذه الأسباب يجب أن تعالج حتى تتحسن من وضع الاكتئاب اللي أنت بيه. فعلى مود يعني ألخص لك الإجابة، الإجابة تكمن أولا في أنه نضبط الجرعة مال الأدوية اللي أنت عليها، ونبحث عن علاج تخاطبي أو علاج نفسي من خلال لقائك مع معالج نفسي. والشغلة الثالثة والمهمة أيضا، أنه تعالج سبب الاكتئاب إذا كان هنالك سبب محدد صار سبب الاكتئاب عندك، تمام؟